أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الجدران التي حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام هي التي ذكرها ابن القيم في نظمه، وهل هي موجودة الآن؟ موجودة، نعم، وهي داخل السور العام، داخله مثلث من جهة الشمال، رأس المثلث من جهة الشمال، علشان اللي يصف ويصلي ما يكون أمامه شيء من جدار القبر. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني على شكل مثلث، هذا من الداخل. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أما السور الخارجي هذا ما هو بسور للقبر، ما هو بسور للقبر، الكلام على السور الداخلي اللي يليه القبر الشريف. نعم.